ايه ده، انت خارجة؟ هتخرجي من غير ما تعملي حاجات معينة لازم تعمليها؟ واحد، لازم قبل ما تخرجي تتأكدي ان ريحة فم نظيفة 100%، ودي اهم حاجة. اتنين، لازم تتأكدي ان منطقة البيكيني مش طالع منها اي ريحة، لان احيانا كتيرة بيبقى طالع ريحة وانتي مش عارفة الريحة دي جاية منين، فتقولي لأ الريحة دي مش مني. لازم تتأكدي ان هي نظيفة وتكون مغسولة كويس، وكمان لابسة الفوط اليومية. ودي رقم تلات، لازم قبل ما تتحركي من البيت لو عندك افرازات او التهابات او اي مشكلة ايا كانت هي ايه، لازم تلبسي الفوط اليومية، ودي من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها قبل ما تنزلي من بيتك. تمام، مش لازم تبقي فواحة، بس على الاقل تكون ريحتك حلوة. كمان حطي معاكي اي لبان كلوريتس، اي حاجه لبانه كده تخلي ريحه الفم كويسه عشان اللي يقرب منك ما يبقاش الموضوع محرج بالنسبه لك وبالنسبه له. وبكده اقدر اقول لك خروجه سعيده.